قصة شاب جميل. الشاب الجميل ده هو علي منير، هو شاب مصري متميز قدر بجهده وتصميمه أنه هو يحطم الأرقام القياسية في تمارين اللياقة البدنية ويسجل رقم جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. طبعاً بيشرفني ابن المنوفية البطل علي منير من خلال زومه. طبعاً هو علي الحقيقة هو أصبح صديقي، لأن احنا استضفنا علي قبل كده أكتر من مرة، وكل مرة كان بيكون عنده إنجاز جديد وأرقام جديدة كان بيضيفها لاسمه الشخصي والمصر من خلال موسوعة جينيس للأرقام القياسية. كابتن علي بصبح عليك. صباح النور، ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ وفي الحقيقه انا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك مره ثانيه. والله احنا بنتشرف بيك يا علي دايما، وانت نموذج جميل وبنحاول نوصله للناس، لان انت طول الوقت بتعمل محاولات مستميت عشان تحسب حاجه لنفسك وحاجه لبلدك وارقام جديده انت بتكسرها طول الوقت من خلال مجهوداتك. عايز اعرف منك مبدئيا كده، ازاي قدرت تحقق الارقام القياسيه بشكل عام في تمرين الجامب سكوت؟ هو في البداية كنت آخر لقاء مع حضرتك كنت واصل لخمس أرقام قياسية، كان في تمرين الجامب سكوات وفي السكوات بأوزان مختلفة، في ستين رات وفي تمرين رات وفي تمرين السكوات ثراست. بدأت بقى اللي أنا أكمل مسيرتي في تحطيم الأرقام القياسية، اتجهت بقى لتمارين مختلفة، في تمرين اسمه باكورد لانجز. التمرين ده وصلت فيه 53 عدة في الدقيقة. في تمرين تاني اسمه الفورورد لانجز، التمرين ده كان لاعب اسمه كريستيان روبرتو، كان لاعب اسباني، كان محقق 75 عده في الدقيقه. حطمت الرقم ده ووصلت ل 82 عده بفضل الله. الرقم القياسي بتاع الباكورد لانجز انا حطمته مرتين كمان، كسرت الارقام بتاعتي اللي فاتت، وصلت ل 57 عده بعد كده، ووصلت بعد كده برده ل 59 عده في الدقيقه. وفي ارقام قياسيه برده في الضغط، في رقم قياسي في اسمه سبايدر مان نوكل بوش ابس، بيكون ضغط على القبضة. الرقم القياسي ده وصلت فيه 41 عدة في الدقيقة وأنا شايل شنطة فيها 20 رد. وفي برضو رقم قياسي في الضغط على رجل واحدة، في 30 ثانية وصلت ل 33 عدة في 30 ثانية وأنا شايل شنطة فيها 60 رد. وكملت بقى حطمت أرقام قياسية برضو في السكوات، وزن 60 رد ووزن 80 رد، حطمت الأرقام القياسية السابقة بتاعتي، وصلت في الوزن 60 رد وصلت ل 62 عدة في الدقيقة، و 80 رد وصلت ل 59 عدة في الدقيقة. طيب علي، أنا فاكر لما كنا مع بعض هنا في حلقة سابقة أنت قلت لي بيتم تصوير فيديو عشان يتبعت للقائمين على الموسوعة، فدلوقتي إحنا الحركات أو التمارين هي كده كده مرصودة من خلال الفيديو، ولكن الأوزان اللي أنت بتشيلها وأنت بتعمل التمرينات إزاي بيتم احتسابها، أو إزاي بيتم التأكد من أن أنت شايل مثلا كذا كيلو وبتنافس بيه؟ هو بيكون في قواعد صارمه جدا بخصوص موضوع الميزان، وهم يتاكدوا ان القياس مظبوط والادله مظبوطه. الاول لازم طبعا لازم رقم صفر يكون ظاهر على الميزان قبل ما تحط الوزن. الكاميرا دايما جايبه الشنطه او الوزن بتاعك طول المحاوله من غير ما تخرج بره الكادر او من غير قص او مونتاج، بحيث ان هم يتاكدوا ان الرقم مظبوط وان القياس تم بشكل سليم يعني. والوزن بيتوزن قبل وبعد المحاوله. يعني انت بتديهم الاوزان من خلال الفيديو برضو؟ بالظبط. هو انا اترفض رقم قياسي قبل كده برضو بخصوص ان الرقم صفر ما ظهرش على الكادر بتاع القمر قبل ما احط الميزان. يعني حتى لو الاداء بتاعك مظبوط وكل حاجه تمام، لكن في حاجه مش متظبطه الرقم بيترفض مباشره. ازاي علي انت بتستعد بقى للارقام دي؟ انا شايف ان انت برضو بتعمل مجهود كبير خاصة على المستوى البدني، وتدريباتك اكيد مستمرة وبيكون فيها اوفرلود عليك عشان تقدر برضو ان انت توصل للتوب فورم اللي انت من خلالها ممكن تكسر رقمك الشخصي السابق او ارقام ناس تانية وتدخل من خلالها الموسوعة. عايز اعرف تدريباتك اليومية شكلها ازاي، تغذيتك ازاي، ممكن حد بيكون بيتابعك على مستوى احترافي عشان يوصل بيك للمرحلة دي؟ انا بشتغل بشكل فردي تمام، انا يعني واخد دوره سير مدربين واخد كورس مدرب شخصي ومدرب شخصي معتمد، فانا بشتغل بشكل فردي، بحط لنفسي البرنامج الغذائي بتاعي، بحط البرنامج التدريبي، وكل فتره طبعا بيكون لها المتغيرات بتاعتها وبيكون لها اسلوبها في التدريب، بيكون ليا بعض الاهداف مثلا سواء كان تحطيم رقم قياسي او هدفي مثلا زياده القوه في جزئيه معينه من التمرين او هدف مثلا هايبر تروفي او ضخامه عضليه، فكل حاجه من الاهداف دي بيتحط لها جدول او برنامج تدريبي تمام. ببدا اللي انا خطط طبعا زي ما حضرتك بتقول كده، الشده بتاعه التمرين بتاعتي بتكون عاليه جدا، فبيكون طبعا في فترات راحه براعي الحاجات دي كلها،
بحيث ان انا ما يحصلش اوفر تريننج يعني، او يحصل مشكله او يحصل لي اصابه يعني. فبقدر ان كان بحاول امشي بشكل علمي، وبحاول اضيف لنفسي جديد كل مره، بحيث ان انا اقدر اطور من نفسي واكون على التراك المظبوط يعني. نعم. احنا معانا دلوقتي ما شاء الله كم رقم قياسي باسمك؟ معايا 17 رقم قياسي. تمام. مستوى جنس ارقام القياسيه العالميه. كملت برضو الارقام القياسيه في اخر رقم قياسي اتقابل لي، كان اسمه جامب سكوات بوزن 40 رطل، حاد فيه 68 عده في الدقيقه. رقم قياسي ده كان للاعب هندي اسمه كابيل كومار، كان محقق 51. الحمد لله تخطيته بفائده 17 عده. وبمناسبه الرقم القياسي ده، وزير الشباب والرياضه يعني بعت لي التهنئه مع المساعد الوزير. والحمد لله كنت مع سيادته يعني امبارح، وكرمني في حضور يعني عدد من قيادات الوزاره.